السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أميد رباني، أستاذ خط التعليق الفارسي من جمعية الخطاطين الإيرانيين. هذا درس جديد، بعضي اتصالات حرف القاف والفاء إلى حروف قير، وفي منتخب هذا اتصالات، وأشرح لكم حالياً. حياكم الله، بالتوفيق. مرحبا، هذا درس جديد، بعضي اتصالات حرف اتصال حرف القاف او فاء الى حروف غير، بعضي شان كتير موجود في مثلا مع الح مع العين مع القاف وكتير في هالحين، بعضي حروف اتصالات هالحين أدرس هذا الشكل. مثلا بداية هذا فا مرة رأس الفا، بعدين أكتب بر مثل بر، هذا فر، ارتفاع هذا القسم نقطة، عرض هذا نقطة، زاوية 3.5. شكل ثاني فر، هذا شكل بداية نفس الشيء، حركة ثاني هذا زاوية 63، حركة هذا قسم لازم زاوية قصب على البرر 45، يعني مايل أكثر. هذا وهذا فرق، يعني هذا قسم لازم مايل شوي بعدين نزول ورمي، ارتفاع هذا نقطتين. نفس الكلمة نوعين. وهذا مثلا قبر، قبر مثل هذا السابق، منتها هذا لازم شوي وقف وكسر بعدين قوس ونهاية رمي، نهاية نفس المحاذا، هذا مع القوس نهاية لازم هذا قسم إلى هذا قسم كل غصب على سطر، نهاية لازم يرفع ورمي. أي شكل هذا حركات بداية، لازم هذا قسم فازي، حركة ثانية قوس زاوية 63. الحين يعني بعد ارتفاع مجموع نقطتين نص نقطة نهائي لازم ارفع تحت القصب برامي، بس نص نقطة إلى هذا زاوية 63 درجة، فقط قسم نهائي لازم 45. و حركة حرف الثاني، حرف الثاني فا و قف، بداية نفس الشيء هذا شكل، واو ركبة على هذا قيس وممنوع خروج من هذا، هذا طريق، يعني كله زاوية 63 واحد طريق، خلف هذا تقريبا نقطة. فا و دال و الف، هذا اول اكتب دال زاوية 63 ادامة، يعني هذا امسح ادامة فا و الف نفس الشيء، هذا محيط لازم كله نفس الحجم، هذا شكل من هذا قيس نزول قوس وسعود، نهاية شوي إلى يمين، وهذا طريق كله نفس الحجم، هذا قسم نص نقطة. و حركة تاني حرف الفا و نون،
من هذا قسم نفس الحرف غير بعد من هذا أول نص بعدين ثلثين يعني نهاية شوي عرض بعدين قص نهاية أول هذا نص قلم قص ثاني هذا شكل بعدين كأس كأس من هذا إلى نهاية و حرف الفا و سين أول رأس الفا نفس الزمان أسنان نفس الزاوية و شوي شوي أكبر نهاية لازم هذا شكل إذا هذا الطريق نهاية فسا داخل نقطة لازم كامل نهاية دال لازم في سطر مثلا فا و را مثلا فرحات ممكن للمد ارتفاع لهذا القسم نقطتين نهاية لازم زاوية شوي لازم بعد من صعود وقف بعدين مع القوس هذا الراح ارتفاع لهذا نقطة عمق هذا مد نقطة نزول سات هذا النزول سات وصعود سرعة نزول و طول أطول من صعود شوي و ممكن فسا ببین از این هادو فرق یعنی هادو نقطتین ارتفاع فسا لازم ارتفاع المد نقطه و نص عشان نهای الف و بندت نقطه و نصف نزول ساعت و صعود خفیف لازم ارتفاع الهازا اربع نقاط شكرا جزيلا على درس ثاني